64 عاما من كتاب التاريخ لتستعيد طامزة ذاكرتها وهي تحتفي بمعركة الكتف السوداء على أرض ولاد يعقوب، ولتشهد فصل خطاب لبطولات 450 مجاهدا. كما قلت لك شاركت فيها السرب من طائرة الصفراء حوالي 18 طائرة صفراء، بالإضافة إلى 4 مطاردات، بالإضافة إلى الحوامات ناقلة للجند المسمات آنذاك بنان. شهادة حية والكل يعيد شريط الملحمة الثورية للعزار، هي توثيق لقصة المجد التي خطها الأولون بدمهم. تحكم مع الطيارات، ضربنا الطيارات باش خلونا نخرجوا. خرجنا للغابة يعني 11-12 في الساعة، الطيارات ولاو هزوا، العسكر استعقب البلاصة وين كنا. كل شبر هنا يؤرخ لاستماتة الأبطال في الذود عن الحمى، فمنهم من لاقى ربه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. جاو الجماعة دفنوهم، دفنوهم الغدوة، احنا الصباح المعركة كي صارت لهنا، الغدوة الصباح شعلونا الديار نتاعنا قدام الفجر. احنا هربنا طلعنا للفوق، طلعنا للفوق للتوام. هي صفحة مشعة من أي البطولة ليتلو المكان نشيد الورى في صمود تسابيحه من جهاد تسامه.